السلام عليكم، صباح الخير، كي داير مدى ومرانيا وبغيكم شي فطور شامي. الله يحفظك. اي شويه ديال النعناع الله يحفظك. طلع فينا اليوم نذوقوا الفطور الشمالي باسبانيا. اي اخبارك انه كاين فطور، يا سلام، مغربي 100% طريقة مغربية في اسبانيا. تخيل راسك كاين واحد الفطور، يا سلام، وحتى الاجواء هنايا تقريبا 100% مغربية. كتشوف النقافات، الحلاقة، المقزارات، كل شيء لازم ديال السفر مكتوبين بالعربية وحلالا طيبة. ودابا على هذه الجزء الاول ها هو الفطور جانا. دابا فطور شمالي، احسن حاجة هو هاد البطيبيطات، الطبط ديال الدار وبعض الفرماج. راه عفوا الفطور الشمالي هو هذا، البيض، الفرماج، الزيتون، الكاشير، والمساند الرسمي هو اتاي. صراحة راك في البلاد، تخيل معايا انك راك في البلاد كتضرب فطور بلدي. وبالنسبة للفطور كان من عند ريستورا كلاسي، بصراحة كفطور زوون تبارك الله ما شاء الله، داكشي يا سلام. وحتى عندهم البيض مسلوق، يعني راك كدير فطور مغربي. ومشينا واحد المحل بصراحة كاين طلامط وطلقان ديال سي صالون مغربي، حتى هو يكون متوبل. ودزنا لدابا محل اسطنبول، فيه ملابس ديال النساء المحتجبات. الاخوان صحاب الشحن، جبت لكم هاد لاسوسيتي زوينة، 20 سنة من الخدمة في جميع ودابا انا غادي في الشارع كله مغاربة وعرب، هنا حتى الافارقة راه كاين البيزنس ديالهم كيما بحال هاد الشوب هذا. شوفوا الخمر الاسلامي هو هذا، العطور حتى هما، وضروري نساو الزيت التقليدي الافريقي هو هذا. يعني ما شاء الله اجي نشوفوا الصناعه الافريقيه الفخار، هذا الشيء يا سلام. يعني راك كت وهنا بالنسبه لي عندهم شي طياره، راه ضروري تحزو هنايا، يعني محل افريقي. وفي هذه اللحظات دزنا بازار فاس، ما شاء الله عنده داكشي كيحمق، حتى الطواجنات عنده، الحديد، الطين، والطبيصلات، وضروري هاد البريد ديال كيكون زوين، ومع هاد الكاسكيطة ديال ديما مغرب، وحتى الزي الشمالي راه موجود. يعني ها انتم كيما كنشوفوا دابا الاجواء راه في المغرب. تحية للناس ديال توريرت، تحية للناس ديال الريف. توريرت الناظور. يعني هادو هما الاجواء ديال المغاربه كما كنشوفوا. بصراحه داكشي خيالي، واخا كنا في اسبانيا ولكن داكشي كاين هرز دك دك. واحد الاخ باكستاني ولا بان فافور، راه الكوم حتى هو هنا راه كاين، يعني حتى حاجه راه ما ناقصه الحمد لله. ودابا غندخلوا عند مول الحوت. مول الحوت ديالنا يعني في المغرب، راه كتعرف ان المغرب مشى للحوت، حتى هو هنا كاين مول الحوت. هذا اشهر مول الحوت ديالنا في مدينه صال، تبارك الله عليه، راه داكشي يا سلام. وتحيه للمغاربه ديالنا، راه عنده حوت يا سلام، عنده داكشي، تحيه ليه. بصراحه المغاربه راه حاكمين. وهذه الشركه الثانيه الشحن كذلك، شوفوا الرايه ديال المغرب مع اسبانيا. انسان اللي بغى يصيفط شي حاجه راه مرحبا به. المغرب كله ويحيى فلسطين من هذا المنبر ديالنا. صراحة حتى هما عندهم سيرفيس زوين، سميتهم اغناسيا دو فواياج. دابا حنا جينا ساحة لابلاس ولا لابيرتا اللي فيها هاد جيرونا فواياج. صراحة هادي التعامل معاهم زوين، انا صيفطت منهم ديجا وكانت النتيجة واعرة، التعامل زوين وكتوصلك الامانة حتى للدار، يعني ما تخافش بشي حاجة اللي غتكون فيها مشاكل. دابا دخلت واحد المحل تبارك الله فيه جميع المواد الغذائية المغربية، حتى السكر ديال مربعات راه هما كاين، النمر المقنع هو هذا، السكر كاين، السكر السنيدة كاين، لالا عيشة، وهو الطواجن ديالنا العسل، الاتاي بعشوب، والاتاي جميع انواع الاتاي راه كاين هنايا، ها هو التاج، التاج اللي كنحتاج. المهم صحاب شتي، ها هو الخيم، شحال هادي ما بقاش فيه. سنترال مقاطعون معشوق الجماهير، هذه جميله.
أو مصعب مصير ودابا هذا محل مغربي. تحية السي عمر ديالنا بزاف ديال أحلى السي عمر. غنوريكم واحد المعشوق الجماهير هي بصراحة هاي هاواي كاينة في إسبانيا الأحماق وبنان وهذه ديدوس هي راه دايرة كي بحال بومس. المهم هادو راه إنتاج إسباني هادو راه إنتاج إسباني علاج حنت عارفين أن المغاربة تحبوا هاد الجوج هادو وما يخرجوهم وما يصنعوهم ولكن التركيبة ديال هواي حقيقية لا مثيل لها هادي راه بومس. وهاد البلاصة ديال الوستنين هي ديال الأول ديال الشهر من كل شهر. دابا كندوزو على الفريتو كمال هذا هو أحسن خضار ديالنا صراحة أحسن خضار بالنسبة للفواكه راه تبارك الله وعلا المشمش هو كاين أخ ديالنا اللحية الله يعمرها دار هذاك الشيء تنضم مسائل يا سلام هذا المهم الباتريتي راه هي هكا حتى هو ضروري العطرية راه كاينة هو تحية السي ديالنا بالنسبة للعطر بالنسبة لذاك الشيء يا سلام شوف 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 تستيفا يا صاحبي شوف هذاك الشيء متول على حقه وطريقه دي سير الفوق الخضره لتحت تو هما داك الشيء كل شيء راك في المغرب وحتى دي سير تبارك الله هو هذاك يعني ما شاء الله تحيه ليه. وغادي نختمها في الخير مع بوتيك فلورا تبارك الله داك الشيء يا سلام زون الزيت التقليدي المغربي حاضر الا بغيتوا شي حاجه مرحبا بكم عند بوتيك فلورا. وفي الاخير شفنا النتيجه المغاربه الحمد لله ديما حاكمينها وفي الاخير كنقولوا ديما مغرب